السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق 6000 السعة الحرارية النوعية للصف 11 العلمي. المسألة رقم 1. المسألة هذه من التوازن الحراري، لذلك حل مسائل التوازن الحراري جدا بسيط وجدا سهل في حال فهم الطالب كيف يلخص المسألة. نقرأ المسألة مشان نشوف كم مادة مذكورة في المسألة. ما درجة الحرارة النهائية؟ يعني بده تي فاينل. عندما تضع قالبا من الذهب، إذا بنكتب هون ذهب وبنعطي كل ما يخص الذهب رقم 2، كتلته إذا ام 2 للذهب تساوي 3.0 كيلو جرام، ودرجة حرارته 99 درجة سيليزية في 0.22 ماء. بنحط هون بعيد عنا ماء، بنعطيها الرقم 1، كتلة الماء بنعطيها الرقم 1 ام 1 وتساوي 0.22 كيلو جرام. عند درجة الحرارة تي 1 للماء 25 درجة سيليزية. انت بتعرف السعة الحرارية النوعية للماء 4186 جول لكل كيلو جرام في درجة سيليزية. يا تعطى في المسائل يا بتكون حافظة. السعة الحرارية النوعية للذهب بناخذها من الجدول، بتكون 129 جول لكل كيلو جرام في واحد درجة سيليزية. هلا نحن لخصنا هنا للذهب وهنا للماء، يعني الماء عندنا كميتين، كمية الأولى ذهب والكمية الثانية ماء، وصلوا إلى التوازن الحراري، تحقق معهم التوازن الحراري، فصار عندهم في النهاية درجة حرارة نهائية مشتركة. شو بنعمل؟ بنطبق قانون التوازن الحراري اللي بنكتبه بالشكل التالي: M1 في C1 مضروبة بT final ناقص T1 زائد M2 في سي 2 في تي فاينال ناقص تي 2، هذا اللي بيخص الذهب، وتساوي الصفر. إذن الكمية الأولى بتخص الماء والكمية الثانية بتخص الذهب. هلا منعود الخطوة الأولى، منعود ام 1 عبارة عن 0.22 ضرب سي 1 عبارة عن 4186. درجة الحرارة النهائية مطلوبة، درجة الحرارة الابتدائية للماء 25، نسكر القوس ننقل معنى الزائد، كتلة الذهب 3.0 كيلو جرام، الحرارة النوعية للذهب 129، بنفتح القوس، درجة الحرارة النهائية مطلوبة، درجة الحرارة الابتدائية للذهب هي 99. هذا تعويض مباشر في حال انت لخصت الصفحة السابقة صح، تقدر بتعود هنا صح. تيجي المرحلة الثانية، هي مرحلة الحساب. المرحلة الحساب الأولى 920 تي فاينال ناقص 2.3 في 10^3 زائد الحد الثاني عندي 3.87 تي فاينل ناقص 3.83 في 10^3 وتساوي الصفر. هاي أول مرحلة حسابية. المرحلة الحسابية الثانية بجمع هذا الحد مع هذا الحد وهذا الحد أو الكمية مع هذه الكمية، بيصير عنا المرحلة الحسابية اللي بعدها 1307 تي فاينل ناقص 6.3 تساوي الصفر. المرحلة الحسابية الأخيرة T
تي فاينل وتساوي 6 1 3 0 0. طبعا هذه 0 على 1 3 0 7. المرحلة الحسابية الأخيرة بيكون عندي الجواب 46.9، نكتبها بالتقريب 47 درجة سيليزية. تكون خلصت المسألة، بتمنى تكون وضحت لكم.